أعزائي المشاهدين وفي قناة حنبال، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله نستهل معكم هذا الفضاء الحر المباشر ليوم الجمعة 11 جانفي 2013. وفي هذا البرنامج سعيد باستقبال ضيفي سيد محمد العياشي العجرودي، رجل الأعمال التونسي أصيل جابس. سيد العجرودي مرحبا، أهلا وسهلا بك. وبيك يا سيدي. السيد محمد عياشي العجرودي من رجال الأعمال اللي عنده العديد من المشاريع في أمريكا وفي الخليج وفي فرنسا، جل المشاريع وأغلبها في الطاقة، في تحلية المياه، في الخدمات وفي التكنولوجيا المتطورة. وعندما نقول التكنولوجيا المتطورة نقول إنتاج الطاقة من النفايات المنزلية. السيد محمد عياشي العجرودي مقيم بين أمريكا وأوروبا، وخاصة إقامته المرة اليوم معنا في فرنسا، صديق لعديد القادة والرؤساء. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك مرة أخرى سي محمد. بارك الله فيك سيدي، شكرا لحسن الاستقبال. اشني أحوالك؟ لباس الحمد لله. صح لباس؟ والله بخير الحمد لله رب العالمين. سي محمد، أكيد عندكم مدة ممكن غايب عن تونس، لو كان تعطينا تفسيرك وأسباب هذا الغياب عن تونس. والله احنا الغياب يعني كان في وقت معين، غياب دام مدة حوالي 8 سنوات. بعدك رجعنا لأنه كانت الأوضاع ما تسمحش بوجودنا موكل هنا، لأن الأفكار تختلف. أن كان استثمار يعني في تونس ماشي، كانت فما شوية مشاكل في الاستثمار عندما أردت أن تستثمر في تونس. تعرضت العديد من العراقيل كثير وكانت عائق وحائل دون نعم. جال بقولي الشركة في 95 حبوا يعملوا يعني يعملوا البريفاتيزاسيون اول مره. قنعوني، قالوا ليش الشركه هذه في جابس، في ولايه جابس منطقتك، ويحبوا يجربوا فيها كتجربه. اشريها انت، اشريها انت. الشركه جويه النقل وشد فيها وقتها الرئاسه شخصيا، يعني الرئاسه طلبوا مني ان ننجح المشروع البريفاتيزاسيون الخاصه. باعوها لي الشركه، شريتها بمليون و200 الف دينار، وكانت فيها شروط ان يطحوا عليها ديون سابقه، يرخصوا لي باش نجيب كماين من برا وباش تخدم. وهي شركه جهويه، معناها تخدم، كانت في ولايه جابس كلها تابعه الدوله. ايوه. ما راني الا بعد ما شريتها ما اعطوناش الترخيص باش نجيبوا الكماين من برا، خلوني شريت كماين هنا من داخل. ما نحوش عليها الديون اللي وعدوا بها، دخلت امور اخرى. بعد سنتين رخصوا النقل وفتحوا باب النقل للناس كلها. معناها وفتحوا باب النقل، واليوم المجالات مفتوحه للاستثمار في تونس يبدو لي. كيفاش لقيت تونس اليوم؟ شنو هو الوضع حسب رايك اليوم؟ كيفاش ترى الوضع اليوم في تونس؟ والله الوضع اليوم في تونس طبعا حسب ما نشوف وحسب ما نرى ونقرا ونتابعه، الامور واقفه اقتصاديا، وهذا شيء يألم. معناها الوقفه هذه الاقتصاديه تألم تونس، معناها ما عادتها ناشطة، ناس فلاحة، ناس تخدم، ناس كلها تكونت روحها بروحها. فلما تجي تشوف البلاد في الوضع فيها اليوم تقول علاش هذا كله، شنو السبب من وراء هذا، معناها علاش هالوقفة هذه. والوضع اليوم في تونس، أنت كرجل أعمال وكمستثمر في عديد يعني البلدان الأوروبية كما قلنا والأمريكية وغيرها، يعني اليوم تلقى نفسك مرتاح أنك تستثمر في تونس أو تقيم العديد من المشاريع اليوم في تونس؟ طبعا تونس بلادي، يعني اليوم أصبح أمر لازم الواحد يتقدم في بلاده ويخدم فيها، خاطر إحنا يلزمنا نعطوا مثل للغير، نعطوا المثل للغير. يلزم اليوم نستثمر في بلادنا. صحيح الوضع ممكن ناس تتناقش في احزاب، في امور سياسيه، بعض التجاذبات السياسيه، بس هذا ما يمنعش انك لازمك تستثمر. كيفاش باش تستقر البلاد؟ كيفاش لازم الانسان يستثمر؟ وانا الحمد لله، معناها انا شخصيا اخذت القرار وبدينا ونخدموا الحمد لله رب العالمين، مستثمرين مع لوناس كجانب حكومي 50-50 يعني في راس المال. اي نعم، عملنا لوناس انترناسيونال، داخلين توا ان شاء الله بقدره الله زاد في استثمارات اخرى ماشيه والحمد لله. ولازم يخدم بلاد الواحد، لازم يخدمها مهما كانت الاسباب. واضح. سابقة هي أولى من نوعها، أو ممكن بعض من رجال الأعمال كانوا ساهموا في مد يد المساعدة إلى جرح الثورة. أنت كنت يعني من الأوائل اللي تقدموا وعاونوا ومدوا يد المساعدة لجرح الثورة، لو كانت تعطينا تفاصيل هذا ما حدث بعلاقة بهذا الموضوع. والله هم جرح الثورة أنا تسميهم يعني الشهيد الحي، وواجب وطني.
واجب وطني، ونطلب زادة بكل صدق بكل صدق بكل صدق من كل رجال الأعمال ومن كل التوانسة الأحرار، أن اللي يقدر باش يساعد واحد من هذا الجرحى ما يتأخرش ولا لحظة. لأن بالنسبة لي أنا كانوا مولادي، يعني صبحوا اليوم كان محمد جندوبي ولا رشاد العربي ولا طارق الدزيري ولا هذول أولاد، يعني مساكين حالتهم صعبة مرة مرة مرة. فلهذا واجب وطني، مش حاجة معناها مش مزية مني بكل صدق، لا هو مزية ولا هي شيء معناها باش عملته باش يقول وعمل، فهمت؟ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى من كل رجل أعمال أو كل إنسان يعني يساعد ويوقف بجنب هذه الجرحى، لأنهم الجرحى هذول شنو هم الجرحى؟ هذا شهداء حيين، هم اللي جابوا التغيير، هم اللي تغيرت بهم البلاد، هم اللي كانوا يعني كما تقول الضحايا الأولى، يعني المناضلين الأولين. أنت تلقيت بهم وقابلتهم طبعا في 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 باريس. هي أنا أول مرة لقيتهم في 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 سكرة، في كلينيك سكرة. سمعت أنهم كانوا بكل صدق مرهونين في كلينيك سكرة. نقلت لكلينيك سكرة، جلست معهم، اتفقنا مع الكلينيك، دفعنا كل ما عليهم في الكلينيك، وبعد ذلك أخذتهم لفرنسا. طبعا أخذتهم لعدة سبيطارات في فرنسا، والحمد لله اليوم أمورهم يعني في خير يعني الحمد لله. وكنت قد كرمت من طرف وزارة حقوق الإنسان، وكان السيد وزير الشؤون الاجتماعية قد انتقل إلى باريس وعاين وعايد هؤلاء الجرحى، وكان لقاء معك مع المسؤولين التوانسة. لا على هنا فما يلزم الواحد يصلح، السيد وزير الشؤون الاجتماعية جاء لفرنسا، ولما جاء لفرنسا أنا ما بلغنيش بكل صدق، ومشى زارهم، وبعد ما زارهم بلغ أن الرجل الأعمال اللي كان متكلف بالجرحى سلم فيهم. فأنا الحق معناها وجعتني بكل صدق، لأن كيف واحد يسلم في أولاده؟ مستحيل يسلم فيهم. ونشكر السيد سمير ديلو بكل صدق وإخلاص ما غير حد شيء. خرج بلاغ بلغ به أن لا هذا الأخ والرجل الأعمال شكرك على المجهودات الكل المبذولة قمي بها والحمد لله رب العالمين، معنا مستمر. وجرح الثورة بالنسبة لنا يعني أولادي، أولادي واحد تكلم على أولادي يعني وطنية، دي ما عندهاش ما فيهاش نقاش. يعني أنت ما زلت عندك القابلية لمد يد المساعدة لجرح الثورة في تونس؟ طبعا نعم، وتدعو كل رجال الأعمال للمساهمة في هذا المجهود الوطني اللي من شأنه أنه يرجع اعتبار هؤلاء، ويستطيعوا أنهم بيدهم أنهم يعني بكل احترامي أنا يكونوا بكل فاعلين اليوم أنا في المجتمع. بكل رجال الأعمال اللي كنت نعرفهم ونعرفهم، وهم رجال تبارك الله ما شاء الله، ويتبنى عليهم ويعني ونعرف معنا حتى وطنيتهم لتونس، نطلب منهم اليوم يعني يساعدوا الجرحى الثورة مثل ما كانوا يساعدوا أول، يعني نفس الشيء. لازم الوطن مهما كانت الأسباب ومهما كان الخلاف ما نخلوش تونس بلادنا هذه، اقتصاديا نتكلم، أنا نتكلم اقتصاديا، يلزمنا نوقفوا مهما كانت الأسباب. والجرحى طول الموجودين في باريس عولجوا ورجعوا لتونس ولا مازالوا في فرنسا؟ لا لا لا، ما فما مازال طارق رجع من يومين لزيارة عائلية، بعد إن شاء الله أسبوعين يرجع لفرنسا، أما محمد ورشيد مازالوا في فرنسا. لو كان نعرفوا المبلغ اللي يعني تم صرفه كان تسمح مثال. والله المبلغ خلي يعرف بعض رجال الأعمال التوانسة اليوم أنه رأى ثم ناس قادرة أن تدفع يعني مبالغ، ممكن أنا ما نعرفش، ممكن يعني مبالغ هامة معالجة جرحى الثورة في باريس معنا ممكن. طبعا المستشفى عنده سوم، الإسكار الواحد يعني الإسكار الواحد باش يبرأ مثلا زي طارق رب يشفيه، الإسكار الواحد بس يتكلف في العلاج متاعه 14,000 أورو، العلاج واحد مثلا طارق عليه 12 إسكار، وخلف المستشفى وخلف يعني الحمد لله اليوم وصلنا ممكن حوالي 1,800,000 أورو، دورة 3,600,000 3,800,000 دينار، 3 مليارات و800 دينار. نعم نعم نعم. نرجع لمجال الاستثمار. نعم. قلت نعم. انك عندك يعني تعاون. نعم. مع ديوان القومي للتطهير. هل لديك مجالات اخرى يمكن الاستثمار فيها في تونس؟ وفكرت انك يعني تخمم اليوم فعليا في انجاز استثمارات ومشاريع في تونس؟ طبعا اكثر من نخمم، احنا قاعدين شغالين اليوم ان شاء الله بقدره الله انشاء المصنع الالومنيوم اللي هو البوكسايت موجود، وإن شاء الله يكون المصنع ذا موجود بتونس. طبعا نحب نختم زاد على التوسكي البوليتيلين لتحويلها إلى مشتقات كثيرة تخرج منها البوليتيلين. طبعا ماشيين يعني بقدرة الله إن شاء الله تكون استثماراتنا طيبة في بلادنا إن شاء الله.
قبل ما نختم معك سي أيه. محمد عايش العجرودي نعطيك الكلمة الحرة أنا. في هذا الفضاء الحر الشهور أيوه. والله ماذا بي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن التوانسة معروفين عقلين وإن شاء الله معناها العقل والرباصة هي اللي تكون سيدة الموقف وتولي بلادنا وترجع في استقرارها ويوجدوا معناها حل يتفقوا عليه إخواننا في السياسة يتفقوا على حل يشرفهم لأنهم هم كلهم تبارك الله ما شاء الله كل رئيس حزب ذكي وكلهم أذكياء فنتمنى من الله إن شاء الله أنهم يتفقوا على هال معناها الاقتصاد للبلاد تخريج البلاد من الوضع اللي هي فيه بالصدق والأمان والمثل معنى الواحد نحكي فيها أن اليوم الصباح البلاد صح صارت فيها ثورة إنما ما تقصش فيها الماء ما تقصش فيها الحليب ما تقصش فيها الضوء بحيث والأمن مستمر نشكر مثلا موظفين ستاك اللي استمروا يخدموا الموظفين في الإدارات اللي قاعدة تخدم الجيش التونسي اللي معناها أمننا بعد الله سبحانه وتعالى معنى هذا جيش تصور أنت جيش في الوضع البلاد اللي هي فيه كانت له عدة فرص باش يتصرف بالتصرف آخر فنشكرهم بكل صدق معناها الشكر معناها قوة الأمن والجيش قوة الأمن والجيش معناها اللي قايمين به وصاهرين على البلاد علاش ما تلموش كل يد في اليد يد في اليد وبعدين التسامح التسامح يا إخوان والله العظيم ما يفيدنا إلا التسامح هذا شو نقول عليه أنا أخوي شكرا لك السيد محمد عايش العجرودي بارك الله فيك سيدي بارك الله فيك على حضورك معنا وإن شاء الله إقامة طيبة في عايش تونس عايش أعزائي شكرا أعزائي المشاهدين نتواصل معكم في هذا الفضاء الحر المباشر بعد هذا الفاصل مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا الفضاء الحر المباشر وسعيد باستقبال ضيفي الثاني السيد عبد اللطيف الفخفاخ عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس سي عبد اللطيف مرحبا بك وبيك بارك الله فيك شو حوالك تو الحمد لله يستر الله الحمد لله سي بارك الله فيك سي عبد اللطيف انت جيتنا في اطار حق الرد على ما ورد على لسان السيد المنصف خماخم يوم الاربعاء الماضي في برنامج الفضاء الحر كما هالمناسبه هذه تفضل لك الكلمة لك حق الرد بارك الله فيك سي فوزي سي فوزي احنا كسمعنا سي منصف خماخم بصراحة رجالة أعمال نتاع صفاقس وتونس أسد منها بصراحة تقلقت من التصريحات اللي صارت لأن التصريحات هذه كلها هي بصراحة ما هيش صحيحة وهي تغليط للرأي العام وتغليط للمنخرطين لهذه المنظمة اللي هي منظمة عريقة وسي منصف خماخم في فترة ما هو كان رئيس الاتحاد المنظمة هذه معناها كان من المفروض معناها هو يحافظ عليها المنظمة ويحافظ على الشيء اللي هو قام به معناها لمدة 4 أو 5 سنوات أنا نرى سي منصف اليوم بصراحة اللي صرح به ما ثم منه حتى شيء صحيح وأنا مش نوضحه للمنخرطين وكامل الاتحادات متاع كامل دور الجمهورية والرأي العام أعطينا اللي مش صحيح النقطة الأولى قالوا الغرف مش صحاح وقال لجنة وما لجنة الغرف هذوما كل مصحاح وما ثماش غرفة صارت ثم لجنة مستقلة عملت الغرف هذية وما ثماش تاجر مش ياخذوا من عنده باتين ده والناس اللي موجودين في الاتحاد اليوم في الغرف اللي يحكي عليهم سي منصف خماخم هالغرف هذوما هم اللي خدموا مع سي منصف خماخم في 2001 إذا كان سي منصف خماخم يشكك في الناس هذوما معناها هو شكك في الشرعية اللي هو كان فيه اثنين الاتحاد هذا صارت الاتحاد صار فيه اقتحام الاول واقتحام الثاني من المجموعة بتاع سي منصف خماخم واعتصام يدعيوا بلي هو اعتصام ما هوش اعتصام هو اقتحام لانه الاعتصام يكونوا الناس اللي المنخرطين هم اللي اعتصموا وما هو وقت يجيب ناس المستأجرين معناها ولا اقتحام الناس كل تعرف الشيء هذا والقانون في بالي واضح هذا اقتحام وقت البيروات تتحل ويتخلعوا البيروات معناها ولا خلع وسرق شكون اللي هزوا الملفات هذو هم هزوا الملفات هزوا الباتيندات بتاع الناس وبعدك جاوا ديكلاريو للجنة قالوا الدوسي الفلاني والدوسي الفلاني 14 ملف وما فيهمش باتيندات معقول هذا معناها مش صحيح معناها تسبب الخلعان بتاع الإدارة هو اللي تسبب في هزال الباتيندات شكون خلع هم الناس اللي اقتحموا الاتحاد يقول انا عندي احكام وقضايا وانا فسدت المؤتمر الاولاني والمؤتمر الثاني
صحيح المؤتمر الاولاني عمل ناس عمل مش هو مش مع اخرين عملوا قضيه في ابطال المؤتمر. به المؤتمر بيجي بيوقفوا الا المؤتمرين. ما احنا في الوقت ذاك احترمنا الحكم القضائي اللي جاء. به بعد اسبوع استينفنا الحكم لانه استعجالي من ساعه الى اخرى وخصوا. نحب نعرف انا كيف سي مصطفى خماخم وهو يقول انا رجل اعمال ويقول انا معناها رئيس اتحاد سابق. كلمة رئيس اتحاد سابق كلمة كبيرة ياسر. كيفاش من الحكم الاستنافي اللي خصه ما راش ما يعرفوش ما قراش ما علمناش به ما انه الاتحاد علمه به وعلى باله به علاش ما يقولوش انه هي غلط في الرأي العام. انا نتأسف على الوضعيات هذه. اثنين قام هو بقضية اخرى وقام ولزج مع اخرين باش قاموا بقضايا اخرين قضايا استعجالية لإيقاف المؤتمر الجديد أو خسروهم اليوم. علاش البلب اللي هذه اللي عملها في البلاد وفي الجمهورية التونسية الوه لا محال في ظروف ما ثم حد شيء. قلنا له أخوي إذا كان حاجتك بالاتحاد تفضل قرقنا به باش نعملوا الغرفة امتناع وامتنع عمل القضية باش يعمل الغرفة امتنع ما باش يعلم الحكم ما حبش يعمل الغرفة لأنه ما عندوش حظ لأنه هو عنده الغرفة كي قام قضية قام بثلاثة قام بستة أشخاص. المحكمة قالت ثلاثة أشخاص ما عندهم صفة وقعدوا له زوز قعدوا له ثلاثة. الثلاثة هذوما فيهم واحد معناها عنده حكم قضائي معناها تفليس معناها إحالة للغير ما عندوش الحق. بقاو له زوز الزوز اللي بقاو له ما عادش يجمع بهم غرفة. معناها سي منصف هو أدرى بالقانون قبلنا احنا ويعرف هو القانون الداخلي. تفضل. واضح. سي عبد اللطيف تحدثت بصراحة لكن أنا عندي ما يفيد أنه ما تقرير نشاط اللجنة من السيدة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وهذه اللجنة اللي ترأسها السيد المنصف السلامي المحامي بجهة صفاقس واللي تقول أنه هذه المهمة التي كلفوا بها تفرض التثبت من شرعية الجلسات العامة للغرف حتى يكون ممثليها في مؤتمر الاتحاد وقع انتخابهم بصفة شرعية. وهذا التقرير خرج بمجمل الإخلالات اللي ممكن تحدثت عليها أنت منها عدم وجود ما يفيد الاستدعاء لعقد مؤتمر الغرفة في بعض الغرف، عدم الإمضاء في عديد محاضر الجلسات، عدم الإمضاء ببطاقات الحالة المدنية من طرف بعض المنتخبين، عدم وجود باتيندات من المنتخبين وعدم ثبوت حضور عدد آخر منهم يوم المؤتمر وعدم تقديم ترشحاتهم كتابيا. سي عبد اللطيف إذا كان تعتبر أن ما ذكرته اللجنة إخلالات وخروقات هل تعتبرها إخلالات وخروقات هذا اللي ذكر في اللجنة أم لا؟ شوف سي فوزي هذه لجنة محايدة ما أقول شوف سي فوزي هذوم الملفات هم خباهم في بيروات سرقوا الباتيندات وخباهم في بيروات وإحنا الوثائق اللي هم تخباه وتهزوا إحنا قناه وجات اللجنه وشافوا الاوراق وقاوهم هما موجودين ورجعوا في بلايص. والتقرير هذايا تنجم تشوف الورقه الاخيره اللي هو معناها يقولوا بامضاء سي منصف السلامي. سي منصف السلامي احنا ما نشكوكوش في النزاهه نتاعو في الثقه نتاعو راجل معروف. سي منصف السلامي تقرير ما سلموش للاتحاد الوطني. التقرير ماهوش ممضي. سي منصف السلامي ما مضاش عليه وهذا يتسرب. هذا التقرير تسرب وغير صحيح. هو هذا التقرير هذا التقرير هذاك ما تشكك فيه انت هذا لكن مش نشكك فيه هو شكك فيه السيد هذاك اللي مكتوب منصف السلام وما سي منصف بصحاش. اليوم صار مكتب وطني وهذا صار تحليل جات عليه جميع الولايات الجمهورية التونسية جميع الاتحادات وهذا صار جلسة كبيرة اليوم في الموضوع هذا وهذا هذيك مشكك فيه ما عنديش. وهي اللجنة ما هيش من طرف سي منصف السلامي ثم أعضاء مختصين من تونس اللي هم لهم الاختصاص. إذا غدا سينعقد غدا نداء لجميع الأخيان. نتمنى سي منصف خماخم يرجع نفسه ومعناها ويحافظ على بلاده وصفاقس يزيها اللي فيها ويزي اللي صار فيها ويزي اللي صار في رجال الأعمال نتاعها. ومنصف يعرف أنا صاحبي ونحبه ونعزه ونقدروا. انا نقول له يا اخو منصف يا خويا يهديك رانو عيب اللي قاعد يصير واللي يصدر منك انت والجماعه نتاعك. ويعرف اليوم هو خسر الاحكام الكل والمؤتمر نداء المؤتمر رانو مش يصير وجميع الضمانات متوفره
ورئيس الاتحاد الوطني ستحل صفاقس الصباح 8:30، والمنخرطين يناديوا بانعقاد المؤتمر. وصفاقس رانها 10500 منخرط، ماهيش من صفاقس. واضح. انا نتمنى لو معناها كل واحد يراجع نفسه. شكرا لك السيد عبد اللطيف الفخفاخ، عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الجوي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه بصفاقس. اكيد خذيت حق الرد. يعيشك وبارك الله فيك. كان عندك اضافه تفضل. يعيشك بارك الله فيك. شكرا لك. نتمنى سي فوزي نداء لجميع المنخرطين بولايه صفاقس اللي هم من الاتحاد الصناعه والتجاره، غدر حي المؤتمر ابتداء من الساعه 8 صباح. واضح. شكرا لك سي عبد اللطيف. شكرا بارك الله فيك. نتواصل معكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. نتواصل معكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا الفضاء الحر المباشر، وسعيد باستقبال ضيفي الثالث الزميل عبد العزيز الخميس، رئيس تحرير المسؤول لجريدة العرب الدولية. سيدي أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. سيدي عبد العزيز، كيف وجدت تونس بعد مرور سنتين على الثورة؟ والله الحقيقة رأيت تونس كما هي، جميلة بأهلها وبشعبها وب ثورتها وبرغبة أهلها في الحرية وفي الإصلاح وفي تجاوز أخطاء الماضي. رأيت رغبة مشحوذة بالهمة داخل الأنفس، ولكنني أخشى على أن تطفو يعني المشاكل والمصاعب والعراقيل التي تحبط هذه الهمة التي تبحث عن إصلاح الأوضاع في تونس. الحقيقة أن الشعب التونسي يستحق كل الخير، ويستحق أن تتضافر الجهود العربية لمساعدة هذا الشعب في تجاوز محنه السياسية والاقتصادية، وأركز على الاقتصادية لأن هذا دورنا في العالم العربي، أن نقف مع تونس في هذه المرحلة الحساسة جدا. إلا أنه يثير الامتعاض أحيانا داخل العالم العربي أن تغلب علينا المعارك السياسية الحزبية والحركية التي تبعدنا عن مساعدة بعضنا البعض. واضح. سي عبد العزيز، لماذا تربط في تحاليلك عادة للثورات العربية بمنتدى المستقبل اللي انعقد في الدوحة سنة 2006؟ في 2006 أنا كنت في الدوحة من ضمن المدعوين لهذا المؤتمر، وشاهدت أمام عيني كيفية تضافر الجهود والتحالفات التي تمت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بعض القوى الإسلامية التي كانت ترغب في إزالة الأنظمة الحاكمة و استلام الحكم أو حتى المشاركة في الحكم. كانت الأحلام في 2006 غريبة جدا علينا بصعوبة تحقيقها، في أن يعني أن يكون هناك هذا التحالف ما بين أصحاب الفوضى الخلاقة آنذاك، حينما كانت هناك دعوة قوية داخل الولايات المتحدة لإشغال الأمة العربية بنفسها، وخاصة إتاحة الفرصة للتيارات الإسلامية في الحكم، وبالتالي تسقط مظلومية هذه التيارات في عدم وصولها للحكم، وأيضا يسقط الاتهام للولايات المتحدة بأنها تقف أمام وصول هذه التيارات للحكم. كان هناك راعي وقطر لهذه التحالف، وأمام عيني خلال المؤتمر تمت الكثير من الندوات والاجتماعات ما بين، وهذا الذي كان يثير استغرابي، ما بين قوى حتى عسكرية داخل القوى المسلحة في بعض الدول الغربية، ولاحظت وجود علماء، لاحظت وجود ضباط جيش كبار، رجال مخابرات وإعلاميين وغيرهم، مما أثار امتعاض بعض المشاركين وانسحبوا من هذا المؤتمر. كانت في 2006 بداية الشرارة للعمل الفعلي لإسقاط بعض الأنظمة أو لمحاولة إسقاط أنظمة أخرى، إلا أنها طبعا استغلت تيار الحرية وفشل الأنظمة السابقة في توفير لقمة العيش أو في توفير الحريات الأساسية والمطلوبة، خاصة الحريات السياسية، واستغلت هذه الفرصة لتثبيت ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي تحدث الآن في المنطقة. ذكرت قطر، وعليش قطر بالذات سي عبد العزيز؟ قطر هي الوحيدة التي منذ فترة طويلة اقتربت من التيارات الإسلامية، احتضنتها، دعمتها، وأيضا اقتربت من الولايات المتحدة أكثر ومن إسرائيل، وكان هناك تحالف قوي جدا بين هذه الدولة العزيزة علينا كلنا. وللأسف أن وجدنا في خلال المؤتمر في 2006 الذي حضرته، السفير الإسرائيلي في الدوحة كان موجود خلال هذا المؤتمر،
والتقيت ووجدت من هناك تفهم واضح لمعنى أن تقوم بالدور، أن تقوم قطر بدور كبير جدا داخل التيارات الإسلامية من حيث الرعاية والدعم. والآن بعد كل هذه الفترة حينما رأيت أن حركة الإخوان المسلمين في غزة وفي مصر تعقد اتفاق مع إسرائيل على إيقاف المقاومة ضد إسرائيل وإيقاف شرعي فيما يسمى بكامب ديفيد الإسلامية، رأيت أنه حقيقة ما حدث في 2006 يحدث الآن أو يطبق الآن، ما اتفق عليه في 2006 يطبق حرفيا الآن في المنطقة. نستشف من تحليلك وكأني بك تشيطن الثورة العربية، وإذا كان نرجع لتحليلك اللي قلته وإحنا اليوم بعد ثورة تونس، شنو هو العلاقة بين اللي صار في المنتدى وحرق البوعزيزي نفسه في تونس؟ لا يمكن شيطنة الثورات العربية لأنها ثورات حقيقية نابعة من قلب المجتمع من حاجات المجتمع، تقول فوضى لكن خلاقة. تشيطن عملية استغلال هذه الثورات. الجميع كان يعرف في المنطقة أن الثورات قادمة، الشعوب لا تتحمل الظلم ولا تتحمل سلب حرياتها، لكن الخوف من الانتقال من الدكتاتوريات العسكرية والأنظمة المتسلطة إلى دكتاتوريات الحركات الإسلامية والتيارات المساندة والواقفة ضد المقاومة وضد كل تطلعاتنا كشعوب عربية للحصول على حكم حر. أنا أرى أن الليبرالية العربية لم تجد أي دعم من الغرب الذي يدعي الليبرالية، من الولايات المتحدة التي تدعي الديمقراطية. نحن كحركات ليبرالية في الخليج العربي للمثال، في السعودية، في غيرها من الدول، لم نجد من الولايات المتحدة أي دعم يذكر، بل على العكس وجدت حركات إسلامية مثل أخوان المسلمين وغيرها من هذه الحركات الدعم الكامل من الولايات المتحدة. هم يريدون إبقاءنا تحت الدكتاتوريات بأي شكل كان، دكتاتوريات أنظمة عسكرية أو دكتاتوريات أنظمة حركية إسلامية لا تريد للحريات الحقيقية، لا تريد وصولنا للحريات الحقيقية. هم يخشون من عالم عربي يتمتع بثرواته، حق التمتع، يتمتع بانفتاحه وحرياته واطلاعه على العلوم المتقدمة أكثر وأكثر. يريدوننا أن ندور في دوامة القمع المتكرر بأشكال متعددة، وهذا ما نخشى منه. نحن نريد حريات، نريد ثورات حقيقية تعمد إلى أن يحكمنا من هو حر ولا يحكمنا من هو يأتمر بأمر مرشد في المقطم أو حاكم الإسلاميين هنا أو هناك. أنا أحكيك من السعودية، أنا جاي من نظام أيضا يعاني من هذه المشاكل. أنا لا أريد أن تأتوا إلينا مرة أخرى بنفس الحكم وبنفس الطريقة من الحكم المستمد من المقدس. وفي نفس الإطار باش تفسر اليوم صعود الإسلاميين بأغلبية إلى الحكم سواء في مصر شيء طبيعي. أو في هذا شيء طبيعي حينما لا يوجد أي حركة منظمة داخل المجتمع. ارجع لكل دكتاتور مثلا حسني مبارك أو غيره، سوف تجد أنه رعى هذه التيارات واستخدمها. أنور السادات نفسه هو الذي رعى حركة الإخوان واستخدمها، كانت مهاجرة في السعودية وفي الخليج في عام 85 أرجعها أنور السادات ليقاوم الحركات التقدمية والحركات التي حقيقة تبحث عن الحرية، تبحث الحرية بمفهومها الشامل وليس تبحث عن حرية المقدس، حرية الإمام، حرية الشيخ، حرية فرض الرأي الواحد. ما سيحدث في هذه الدول إذا استمرت بهذه الطريقة بإتاحة الفرصة لما أسميهم من مزدوجين ظلاميين في الحكم، إذا حكموا سوف يتعودون إلى نفس العهد، نفس الدكتاتورية ولكن بشكل آخر، بشكل إسلامي، بشكل محجر وليس بشكل فقط عسكري كان موجود في السابق يدعي أنه إما ليبرالي كما كان في مصر حسني مبارك أو غيره. الحركات وحركة الحرية في الشعوب سوف تستمر. أنا أعتقد أن هذا الذي يحدث الآن من وجود تيارات إسلامية في الحكم إنما هو مرحلة مؤقتة. الشعوب ليست غبية، سوف تستيقظ لمعرفة هذه الشيء الآخر، الشيء المهم، وهو أن القمع أنواع وأشكال وله أوجه متعددة. وكأني بيك تبشر يعني بدكتاتورية جديدة تحت حكم إسلامي. وما يحدث في مصر الآن، فرض الدستور هو جزء من القمع الموجود ومن الدكتاتورية الموجودة. لكن هل سوف يستمر هذا؟ أنا لا أرى، لأنه لا زال نسبة الأمية في مصر عالية، نسبة الأمية الثقافية في دولنا العربية عالية، حتى حينما يتعلم الناس يتعلمون أحيانا وينهجون منهج أن يقبلوا بالقامع، بالمستبد، مستبد إسلامي أو مستبد عسكري أو مستبد غيرها من أنواع. المهم هو الحريات، تداول السلطات بشكل حر، إضافة إلى أن يكون هناك تعددية داخل المجتمع، السماح بالحريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بجميع أوجهها، وليس هناك فقط ما هو موجود في دول يعني محددة هي تريد أن تمارس القمع، أنظمة تريد أن تمارس القمع إما بالدين أو بغيرها. الآن أصبحت هذه الأنظمة تصدر
تصدر إلى هنا لشمال أفريقيا، ونحن نخشى من هذا، نخشى أن يعاد تكرار ما عشناه في السعودية في غيرها من الدول. سعد العزيز، بعد الكشف عن تنظيمات سرية في بعض دول الخليج، هل تعتقد أن لهذه التنظيمات علاقة بالمشروع الأمريكي القطري في المنطقة؟ في دول الخليج التنظيمات ليست بتلك القوة التي تذكر، إلا أنها تحدث شيء من الفتنة. يعني تصور أن يكون هناك تركيز، التركيز من قبل حركة الإخوان ومن قبل تنظيم الإخوان المسلمين الدولي على دول الخليج لأنها منبع ومركز مالي فقط. لاحظنا الآن الهوة الصحيقة التي وقعت فيها الإدارة المصرية حينما تراجع سعر الجنيه وصار هناك عجز كبير جدا في مصر وفي غيرها. من يسدد هذا الاستحقاق؟ سوف تسدده دول الخليج، لأن الدول الأوروبية وأمريكا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة. لذا توجهت حركة الإخوان المسلمين للتبشير بمنهجها داخل المنطقة. في السعودية لا أخشى منهم كثيرا، لأن السعودية تطبق الشريعة الإسلامية مثلها مثلهم، وترى الأمور بمثل وتقيسها بمقياسهم. لكني أخشى على تجارب تنموية حقيقية في دول الخليج، تجارب تنموية ناجحة في دبي في غيرها من الدول التي يعني شدت رحالها إلى مستوى تنموي عالي جدا متقدم. أخشى أن يتم التراجع، أن يتم هدم هذه التجارب لمصلحة تيار أو تنظيم يريد فقط سلب النفط، عوائد النفط، وإرسالها إلى جهات يرعاها المرشد في المقطم. واضح. سعد العزيز، كيفاش تقبلت وكيف تقبلت بالأحرى تصريح السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حول ثورة الخليج؟ أنا أعتقد السيد راشد الغنوشي وهو صديق وأيضا رجل له لمحات فكرية معينة يجب أن ننتبه لها، وهي محاولات لبرلة الإسلام السياسي. إلا أنه في مسألة الخليج يتحدث عن ثورات، ويتحدث عن أن هناك ثورات قادمة. أنا أرى أن الثورات، التحولات الاجتماعية والسياسية سوف تحدث في جميع دول العالم وليس فقط في الخليج، والخليج مجتمع متنامي، ونسبة التعليم تزداد يوما بعد يوم، وأيضا نسبة الثقافة السياسية، مستوى الثقافة السياسية يعلو. لكن لا أرى أو أخشى على الخليج أن يسقط في تحت قبضة الإخوان المسلمين وتحت قبضة الارتداد لهوة الاستبداد باسم الدين، وهذا ما أخشى. لكن أعتقد أن شعوب المنطقة عرفت تماما بعد التجربة المصرية وما حدث في دول أخرى أن الإسلام حسب الطريقة الإخوانية ليس هو الحل. الإسلام هو حل يكون في المسجد في الحياة الخاصة، ولكن ليس حل في الحياة السياسية، لأنهم في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أيام الخلفاء الراشدين قتل من قتل ودمر من دمر وثارت حروب، ولم يكن في ذلك الأيام هذا الحل الذي يبشرنا فيه. يعني هناك إخفاق. في رأيي أن تصدير الثورة لدول الخليج لن ينجح، أولا لأن هناك مقاومة قوية، وهناك أيضا في بعض الدول الخليجية تلاحم ما بين الحاكم والشعب، وهناك رفاه واقتصاد قوي وتنمية. وهذا ما نريده، نريد مثلا للمواطن في مصر في تونس في الخليج التنمية الحقيقية. الآن المواطن البسيط في مصر في تونس في السعودية في غيرها من الدول يقول فقط أريد حياة كريمة، والحياة الكريمة ليست فقط حزب إخواني أو حزب من نوع سياسي إسلامي، بل هي أيضا تكون أنا عندك اقتناع جازم بفشل الإسلام السياسي. بالضبط، هو مرحلة يجب أن تمر فيها هذه المنطقة لكي يعرف الناس أن الإسلام السياسي ليس حلا. الحل هو التركيز على الحريات، الحريات بمجموعها بشموليتها، وليس فقط التركيز على حرية رجل الدين في أن يقمعني، وهذا هو ما يبشر به الإسلام السياسي، حرية المقدس بأن يقمعني. ما هو المقدس؟ المقدس حسب المفهوم السني أو المفهوم الشيعي. لنرى مثلا الثورة في إيران، ماذا حدث في إيران من فقر ومن فوضى ومن تعنت ومن تصدير للثورة. هناك مشاكل كثيرة تنموية في إيران، هناك الآن قوارب تعبر الخليج إلى السعودية إلى الكويت من إيران من هروبا للبحث عن وظائف وعن عيش كريم. ولا نريد أن نصل في الخليج إلى هذا. فليقتنع من يقتنع، من لا يريد يعني الخير لنا، بأن يكف عنا ثوراته، وأن نبقى نحن نصنع تجربتنا ونصنع تنميتنا ونصنع حلولنا السياسية بيننا وبين حكامنا. لا نريد لا من أمريكا ولا من الإخوان ولا من غيرهم أن يتدخلوا في دول الخليج، لأننا نحن قادرين والحمد لله على
نحن قادرون على أن نصيغ تجربة سياسية من رحم مجتمعنا، من رحم ثوابتنا الدينية والاجتماعية والسياسية. الحلول القادمة من الخارج لن تنفع. ما هي قراءتك لما يحدث الآن في سوريا سامي عزيز؟ في سوريا نفس المشكلة، وهو حينما حدثت الثورة السورية كانت بريئة، كانت نزيهة، كانت جميلة، كانت مطالبها حرة نقية مثل ما حدث في جميع دول العالم العربي، ولكن تم اختطافها عبر السلف، الحركات السلفية، وعبر الحركات الإخوانية وغيرها من الذين أصبح القتل مقدس عندهم. لذلك أخفقت هذه الثورة في إنجاز. السبب أيضا التعددية العرقية والتطلعات السياسية الداخلية يعني أساءت لها، إضافة للتدخل الخارجي من قبل إيران، من قبل روسيا، من قبل حتى الدول الخليجية. لكن في النهاية سوف ينتصر الشعب السوري بتجربته. أولا سوف يبعد من أجرم مثل الرئيس بشار ما حدث من جرائم من نظامه، وأيضا سوف يبعد أيضا من قتلوا من الحركات المتشددة والمتطرفة الإسلامية من هذا الشعب. سوف ينتصر الشعب السوري بوحدته، وأنا متأكد وراهن على أن التجربة السورية سوف تنجح مثلما ستنجح التجربة التونسية والمصرية وغيرها حينما تبتعد الشوائب عنها، وحينما يصبح العيش والسلم والرغبة في الأمان والرغبة في تداول السلطات والرغبة في المساواة والرغبة في أن لا يكون هناك شيء أو كيان مقدس على الشعب وعلى رغبة الشعب في رغبتي في حريتي في اطمئناني لمستقبلي. لا يمكن أن يصاغ مستقبل في المنطقة، مستقبل دولة ما في المنطقة بصياغة تعتبر أنها هي الصحيحة والآخرين هم الخطأ، هي المقدسة والآخرين هم الكفار والمشركين والمرتدين وغيرهم. لذلك أنا أعتقد أن هذه الشعوب سوف تجتاز هذه المحنة قريبا إن شاء الله. قبل ما نختم معك نعطيك الكلمة الحرة في هذا الفضاء الحر، سعد العزيز ماذا تقول؟ أنا أثق تماما بأن الثوار في تونس، شعب تونس، سوف ينجحون في الوصول إلى بر الأمان، سوف ينجحون في أن يقدموا صورة ناصعة كما قدموها في بداية ثورتهم، بجمال ثورتهم، بياسمينهم الحر. سوف يعيدون التجربة مرة أخرى ويجعلوننا نتنفس تعدد سلطات، تعدد قوى، مناخ سياسي جميل، مناخ يبشر أن الإسلام يمكن أن يكون جميلا، أن يكون حرا، أن يكون لطيفا، أن يكون متداولا، أن يكون أيضا رفيقا بالآخرين من شركاء الوطن. شكرا لك زميل عبد العزيز الخميس، رئيس التحرير المسؤول لجريدة العرب الدولية، بارك الله فيك على حضورك وعلى قبولك الدعوة معنا، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهى توقيت برنامج الفضاء الحر لهذه الليلة. متابعة طيبة لبقية برامج قناة حنبعل، إلى أن نلتقي لكم منا أجمل التحيات وتصبحون على خير.